أهلا بكم إلى جولة في الصحافة العربية والعالمية من القدس دوت كوم. البداية من الصحافة الفلسطينية التي اهتمت بعدة قضايا في أعدادها الصادرة اليوم الخميس. جاء في مقدمتها زيارة جون كيري إلى المنطقة لاستئناف مباحثات عملية السلام، إلى جانب تواصل عمليات الاستيطان في القدس والضفة. صحيفة القدس كتبت على رأس صفحتها الأولى: الموافقة على بناء 69 وحدة استيطانية في القدس الشرقية، وقرار بمصادرة 380 دونما من أراضي كفر قليل لأهداف عسكرية. ونقرأ في القدس أيضا: الأمير تميم في أول خطاب له بعد توليه مقاليد الحكم: قطر تلتزم بالتضامن مع الشعب الفلسطيني في نضاله لنيل حقوقه المشروعة. ونطالع في الصحيفة أيضا: الرئيس يتمنى أن يحمل كيري شيئا جديدا، وكيري يعتبر أن السلام في الشرق الأوسط ممكن لكنه صعب. صحيفة الحياة الجديدة عنونت صفحتها الرئيسية تقول: كيري يصل اليوم، وإسرائيل تستقبله ب 69 وحدة استيطانية في القدس، والرئيس يتمنى أن يحمل كيري شيئا جديدا ومهما. وفي عنوان آخر كتبت الصحيفة: مستوطنون يدعون لاقتحام الأقصى اليوم، والاحتلال يصادر 380 دونما من أراضي كفر قليل. ونطالع في الحياة الجديدة أيضا: الكويت تعتمد جواز السفر الفلسطيني في دوائرها الرسمية. ختام مطالعة الصحافة المحلية من صحيفة الأيام التي أبرزت عدة عناوين على صفحتها الأولى، منها: خطاب مرسي، تهديدات للمعارضة والإعلام، والثلاثين من حزيران بدأ مبكرا بسقوط قتلى وجرحى. وفي عنوان آخر: كيري يريد تقدما في المفاوضات قبل أيلول، والمنظمة تشدد على وجوب وقف الاستيطان. ونقرأ أيضا: تراجع شعبية نتنياهو داخل اللوكود لمصلحة الجناح المتشدد الرافض لرؤية حل الدولتين. ننتقل إلى الصحافة الدولية ونقرأ من صحيفة الحياة اللندنية التي أبرزت العنوان التالي: لندن وواشنطن، دمشق استخدمت الكيماوي 10 مرات. وجاء في التفاصيل أن واشنطن ولندن دفعت بالملف الكيماوي السوري إلى نيويورك، وأبلغتا الأمم المتحدة بأن النظام استخدم السلاح الكيماوي 10 مرات في مقابل عدم وجود أي أدلة على أن المعارضة استخدمتها. وأضافت الصحيفة أن الائتلاف الوطني المعارض اتهم قوات النظام وعناصر حزب الله اللبناني بارتكاب جرائم ضد الإنسانية. وأخيرا نختم من صحيفة الاندبندنت البريطانية التي نشرت مقالا بعنوان: القذافي كان يرفض لمس الرسائل المكتوبة بالحبر. وجاء في التفاصيل أن الزعيم الليبي الراحل القذافي لم يكن يقرأ أي رسالة مكتوبة بالحبر خوفا من احتواء هذا الحبر على مواد سامة، بل كان يقرأ الرسائل المصورة لدعاوي أمنية. ختام هذه الجولة تحية طيبة، وأترككم عبر زي ما نشرت الصحف العربية والعالمية من رسوم كاريكاتيرية.